أروع لوحة، أو بالأحرى رح تصيري أروع لوحة، لأنك رح تفوزي بالجائزة وتصيري حديث النقاد. رح تصيري كمان حديث الناس كلها، بكرة رح يكتبوا عنك بالجرايد والمجلات وتنحطي بأهم المعارض وبأكبر المتاحف حتى، ورح ينسوا الناس كلهم لوحة الطفولة وينسوا عايد كله. إيه نعم، عايد كله، ما رح يتذكروا غير اسمي يسري. يسري وبس، يسري وبس. بابا. نعم. تسمح لي روح مع رفقاتي؟ لوين؟ بدنا نزور باحور بالغرفة. امتى؟ اليوم المساء. لا. ابي قلت لا. انت شو سمعت؟ سمعت قلت لا. معناتها لا. اكيد عم تمزح مو بابا؟ لا ما عم امزح بابا. نعم، شو بدك؟ طيب بس تطلع فيه. شفت شلون عم تضحك؟ بس لا تتأخر، حدود الساعة واكتر شوي، بس بدنا ناخد معنا قالب جاتو. طيب مع السلامة بابا. نعم. قلت لك بدنا ناخذ معنا على الجاتو. وانا قلت لك مع السلامة. سمعتك منيح كثير، معناتها سمعك صاير منيح. بابا ما بتعرف شو بدي؟ بدك تروح انت ورفقاتك تزوروا بحور، وبدكم تاخذوا معكم قالب جاتو. بابا تطلع فيي الله يخليك. نعم، شو بدك؟ بدي مصاري. ليش؟ ما قلت لك بدنا ناخذ معنا قالب جاتو؟ مشان هيك بدك المصاري؟ ايه بابا، رح نشارك الكل بحق قالب الجاتو، مو بس لحالي، منيح هيك؟ امري لله. ايه ها هيك. تفضل. هلا مطول كثير انت على الحالة؟ أنا حالي؟ هلا هيك بدك تضل طول النهار؟ حاطط راسك بالكتاب وكأني أنا مالي موجود؟ مرني بتريد مني شيء؟ لك يعني إذا ما بدي شيء، بضل حاطط راسك بالكتاب يعني طول النهار؟ ما فهمت، شو قصدك؟ يعني ما بدي حدا من الزباين يفوت ولاقيك هيك على هالحالة؟ عم بحفظ دروسي، ما بعمل غير هيك. لك بعرف إنك عم تحفظ دروسك، بعرف، بس هذا المحل باب رزق للبيع والشراء، لك حبيبي أنا ما فتح لك كون كتاب، شو بك؟ يعني أنت عم تنزعج؟ لازم صاحب المحل يكون مستعد يلاقي اي زبون يدخل على المحل حتى يشتري. لك حبيبي مو حلوه، مو حلو يفوت زبون ولاقيك بتلهي بشغله ثانيه. انا اسف كثير، بتحب وقف عند دراسي؟ عندك وقت منيح بالبيت، عندك المساء وعندك فتره الغداء، بتقرا هنيك على كيفك. على كل حال انا اسف. مو مشكله مو مشكله. الله يرضى عليك بحور، قوم نزل لي هالرفض ورتبه من جديد. قوم كله؟ لك هالربعه؟ طبعا كله، يلا قوم. حاضر. بدك تأخر امي؟ لا ماما بدنا نقعد عنده شي ساعة زمان بس. طيب سيك امي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك دنيا واخرة يا امي. لا تأخر. لا الله معك. من عيوني حجي، من عيوني، ان شاء الله بكره الصبح بكونوا عندك. تكرم عيونك على راسي، الله معك. بتريد مني شيء سيد شامل؟ سلامتك، بس لا تاخر بكره الصبح. حاضر. بحور، لا تدعي على كلامي بحور، هيك اصول الشغل. يعني انت لازم تستوعب يعني كل شيء بدي اياه منك. لك حبيبي كسب رزق بده خفيه، بده الواحد يركض وراه. انا ما لا تزعل يا بحور، لا تزعل. حبيبي أنا تعودت إنه حط مهنتي فوق أي اعتبار، الشغل إلي وقته والأشياء التانية إلي وقتها، يعني نحن لازم نفرق ما هيك؟ فهمت عليك منيح يا سيد شامل، واللي صار اليوم ما عاد يتكرر. مو من شاني يا بحور، مو من شاني، يعني هذا باب رزق، صح ولا لا؟ معك حق. خلاص تيسر الله معك. السلام عليكم.
يسلموا هديات. شكرا حبيبتي. يسلموا أمل. كيف الشغل يا ابني؟ الحمد لله يا أمي. رضا، هذا الشاب الجديد اللي حكيت لي عنه عم يعذبك شيء؟ هو ما عم بيعذبني يا أمي، بس فيه له تصرفات غريبة، أحيانا بحسه بعل القلب. بدك تتحمله يا أمي، هذا صار أمان برقبتك. عم بتحمله يا أمي، بس أحيانا بيني وبينك بعصب عليه. لا يا ابني لا، حرام عليك. ومثل ما قلت لي إنه مسكين، والله سبحانه وتعالى وصى باليتامى والمساكين. إيه معك حق، بس غصبا عني. بدك تتحمله يا شامل، تحمله وإلك ثوابه. أنت مستقلي يا أمي التعامل مع واحد عايش بالغابة طول عمره. أنا اللي بعذبني يا أمي هيك محيرني أحيانا إنه ما بيعرف شي من هالدنيا. إيه بيتعلم. يا ريت يا أمي، بس أنا ما بقدر أعلمه. إيه معه بيتعلم، بس أنت صبور عليه شوي شوي. راح أصبر يا أمي. الله يبعث لك على هوانيتك ويوفقك يا رب. ادعي لي يا أمي ادعي لي، أصلا ما عم بوفيني إلا بركة دعاكي. الله يخلي لي اياك ويطول عمرك. لا تتقل بالاكل لانه اليوم دورك بشيل الشحن. لا حبيبي مو دوري اليوم، دور ادم. لا حبيبي انت وياه لا دوري ولا دورك، دور محسوبكم. ما رح ارد عليكم، بدي ضل اكل بس خلص نتحاسب. لك انت وياه خلص اسكتوا هلا. انا بجلي يا اخي، تعودت على الجلي عند السيد عارف. الله يعطيكم العافيه. اهلا عزمي. ماما. نعم ماما. يا ترى بحور بيلاقي أهله؟ الله أعلم. مسكين بحور. أكيد مسكين يا حبيبتي، واحد ما بيعرف شي عن مكان وجود أهله. طيب القلادة اللي كانت برقبته ممكن يستفاد منها؟ أي قلادة؟ القلادة عطاها العجوز لما لقى بحور، وقال إنه كانت برقبته لما كان صغير. حبيبتي ما بظن هاي القلادة اللي عم تحكي عنها تساعده بشي، لأنه صار للقصة سنين. ماما لسه الشرطة بدها بحور؟ يمكن. يعني بدهم يحبسوه؟ لا حبيبتي ما رح يحبسوه، ما له عامل شي، بس هني بدهم يطلبوه لحتى يثبتوا شخصيته. هلأ هو مجهول ولازم يكون معروف. يعني ما بيأذوا؟ لا ماما كبري عقلك، شو يأذوه؟ قديش بقي معك وقت المسابقة؟ ايه والله ذكرتيني بالمسابقة، صدقوني ما بعرف. لا لازم تعرف، أنا بتوقع خلال أيام قليلة. استنوا شوي. شوقي. مرحبا شوقي، كيفك؟ الله يعطيك العافية. لا والله ما صار معنا شيء، عم استنى لسه لهلا. يا سيدي، شو بدي أسألك شوقي؟ إمتى آخر موعد لتقديم اللوحات اللي بدها تشارك بالمسابقة؟ قديش؟ معناتها لازم نشتغل منيح لأنه أسبوع ما بيكفي. طيب ماشي الحال. لا أنا بقول بخبرك. لا لا أنا بخبرك. طيب ماشي، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، مع السلامة. شو؟ إمتى آخر موعد للتسليم؟ بقي معي أسبوع واحد لحتى أسلم اللوحة. طيب وإذا ما أجت هون لأسبوع؟ تتروح علي المسابقة. مصيبة فعلا، جهد وإبداع يروحوا هيك بغمضة عين. والله يا عمي الشرطة ما عم يقصروا، عم يشتغلوا تمام، بس أنا ما ضل معي غير أسبوع لحتى أقدم اللوحة. إن شاء الله يا ابني بتنحل من هون لوقتها. إن شاء الله. رب العالمين. صحتين وهنا. على قلبك أمي. غير الأغراض اللي وصيتيني عليها بدك شيء أمي؟ لا حبيبي ما بدي غير الأغراض اللي وصيتك عليها. تكرم عيونك، أول ما بوصل بعت لك إياها مع بحور. يسلم إيدي. بدي لي أمي. الله معك، الله يوفقك. الله يخلي لي أمي. الله يفتح بوشك، الله يرضى عليك يا ابني.
شامل؟ مري أمي. استنى شوي. خير أمي شوفي. هدول شوية فواكه أمتى لبحور؟ خذ لي إياهم. شو الحكي أمي؟ بدك ياني شيل هالكيس أو شي فيه؟ أخطي لك أمي. أمي سابقيني ما عم خليها عد هالشي. قد ما كان. بعدين أنا اشتهيت له إياهم. خلص أمي خليني هون، أنا أول ما أوصل على المحل بعطيه مصاري خليه يشتري اللي بده إياه. قلت لك أنا اشتهيت له إياهم، شو بك يا شامي؟ خذهم الله يرضى عليك. حاضر أمي، على راسي. الله يوفقك يا رب، الله يرضى عليك، الله يحميك يا ابني. صباح النور يا هيثم الشامي. شو وصلك زمان وقف فوق؟ لا هلا اجيت. تفضل امشي. شو هدول؟ الله شوية فواكه بعثت لك اياها من الحجة. ليش عذبت حالك؟ انت مكفي وموفي. يلا زيادة الخير خير. اي شهر لك اياها. فيه. حتى رفقاته الاثنين ما عاد شفناهم. صحيح، انشغلنا بباحور ونسيناهم. اكيد ما عاد جوا لهون. شو عرفك؟ لانه باحور مو بالبنايه. طيب هلا نحن فاضيين لهم تماما. شو رايكم راقبهم حتى نعرف شو كان بدهم منه؟ انا برايي انه نتركهم لانه ما عاد يهمونا، لانه ما في خوف على باحور. طيب بركي في سر ثاني. لك ما في شيء، اكيد كان هدفهم باحور. طيب تعالوا نروح نمرق من قدام بيتهم. طيب شو بنستفاد اذا رحنا؟ بركي لسه عم يلاحقوا باحور، لازم ناخذ احتياطاتنا. مزبوط، من وقت ما راح باحور لهلا ما عاد شفناهم، معناها اكيد عم يلاحقوا باحور. طيب اذا شفناهم شو بدنا نعمل؟ نلحقهم ومنشوف اذا كانوا عم يلاحقوا باحور وساعتها منتصرف. يعني شلون بدنا نتصرف؟ منقول لاهالينا عنه ونستشير الاستاذ عائد. حتى نمشي. يلا هلا اذا طلبوا منك تتصوري معه بالتلفزيون ترضي؟ يا ريت. ليش انت تحبي تطلع بالتلفزيون؟ لا مستحي. صوري يا ماما ان المخرج اقنع ام لمياء تصور مع الغنيه. حبيبه قلبي المهم انتبهي لحالك ما تاخري. حاضر ماما بخاطرك. مع السلامه. عاد مدخل البنايه اللي فاتونا. تعالوا نستناهم لحتى يطلعوا. بركي استنينا هون وما طلعوا. طيب تعالوا نجيب وقت ثاني نضمن فيه انهم يطلعوا مثل الصبح. اي افضل من نستنى على الفاضي. طب خلونا نمشي شوي لقدام ونرجع نمرق منهم. يلا طيب مشي. اهلين ربا، كيف حالك؟ تمام، تفضلي. طمنيني كيف امك؟ الحمد لله. اخوك حسام كيفه؟ سلام عليكي. وين عم تقضي وقتك؟ اهلين ربا. شو هاد يا طالعة حلوة كتير؟ صحيح؟ ايه طالعة مثل ملكات الجمال. شكرا كتير يا ربا. مو بس حلوة وصوتك حلو كمان. لك شو بك يا بحر وشو بك؟ ما قدرت تحمل الكرتون منيح؟ اسف. لك عشو عم تتأسف؟ على شو؟ انك ما قدرت تحملها؟ يعني ماني عاجز بس هي تقيلة. لك ما لك تقيلة بس انت ما بعرف وين حاطط مخك. الله يسامحك. بحور انا هالبضاعة دافع حق دم قلبي مو جايبة شهادة. طيب ما صار شيء. استغفر الله العظيم، يعني لازم يصير شيء لحتى نبهك. شو بك؟ خلص بوعدك ما عاد تتكرر مرة تانية. لازم لازم ما عاد تتكرر مرة تانية. يلا شيل وصفت كل شيء بمحله. يلا Thank you.
طيب شو بتفسر الشيء اللي صار بيني وبين الرجال اللي هرب؟ ارتباكهم لما شافونا، ارتباك الناطور لما سألنا عنه. انا شخصيا ما راح راقب الناس. ما بيصير، لانه فعلا عيب. اذا كانوا مذنبين مو عيب. وشو عرفك انهم مذنبين؟ لو ما كان في شيء ما كان هرب. هلا لازم نوصل لحل. شو نوقف ولا نكمل؟ طيب خلونا نحكي كل شيء للناطور ونريح راسنا، بركي نحن كنا على خطا. يعني مفكر لو في شيء رح يقول لك الناطور؟ اكيد رح يخبي. طيب والحل؟ انا برايي انه نحكي كل شيء للاستاذ عائد وهو بيقول لنا شو نسوي. انا موافق. وانا كمان موافق. طيب انا بوافق، بس استاذ عائد لهلا مو مبين. هلا الا ما يبين وساعتها بنخلص من هالجدال. هلا امشوا نشوفه. امشوا. شبكي شايفتك طايرة من الفرح. اخ يا ماما قديش كانت رائعة وحلوة. لميا؟ طبعا كل اللي كانوا حبوا اداها. وانتي عجبك جو التصوير؟ كتير، شفت الكاميرا والاطوية وكل الشغلات اللي يحتاجوها. قديش بتعزى فريق العمل يا ماما؟ يا ماما كل مهنة إلها سلبياتها وايجابياتها، إلها محاسنها ومساوئها. تمنيت لو بشتغل مع فريق التصوير. يا ريت كان صوتك حلو، كنتي رحتي غنيتي بالتلفزيون. الصوت الحلو لوحده ما بكفي يا ماما، في شيء اهم حلاوة الصوت، هيك كان عم يقول المخرج لميا. حبيبتي شايفه رح تاخذ لميا عقلك. مو رفيقتي. انا سابقتك على المطبخ، روحي غيري ثيابك وتعي ساعديني. حاضر.